يا صباح الخير عليكم في كل مكان. الطعمية كلنا طبعا بنفطر الطعمية قبل ما نروح الشغل، يلا نشوف حكايتها ايه وقصتها ايه وايه اصل الاكلة بتاعتنا. الفلافل مصرية الاصل، بعد نزاعات كتير وحوارات كتير على الطعمية اكتشفوا ان هي مصرية وبيرجع اصلها الى الفراعنة، واكتشفوا الدليل ده لما لقوا صور الطعمية منقوشة على جدران مقابر وادي الملوك، موجود عليها الطعمية والفول وطريقة قلي الطعمية، كل الحاجات دي موجودة منقوشة على الجدران بتاعة وادي الملوك. ولقوا كمان الطباخين وهم بيعملوا الطعمية منقوشة على الجدران، فده دليل قاطع ان الطعمية اصلها مصري. النزاع بقى على ملكية الطعمية، ايه اللي حصل؟ كان في نزاع كبير جدا على الطعمية ما بين مصر وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن، كلهم قالوا لا الطعمية، كل بلد قالت الطعمية أصلها بتاعتنا. يعني مثلا السوريين قالوا إن أصلها بلاد الشام، وإن أصل الطعمية من الحمص مش من الفول خالص، بتتعمل من الحمص والخضروات. الفلسطينيين قالوا لا، قالوا إن الطعمية أصلها فلسطين، وبدليل إن هم بيقلوها في زيت الزيتون، إن هي مش بتتقل في أي زيت كده وخلاص. اللبنانيين قالوا لا، الطعمية أصلها لبناني وبتتعمل من الفول والحمص الاتنين مع بعض. واليمن والعراق قالوا إن هي ترجع أصلها إلى بلاد ما وراء النهرين. النزاع طبعا ما وقفش عند الدول دي بس، إسرائيل كمان تدخلت في الموضوع وقالت إن الطعمية أو الفلافل أصلها يهودي أو عبري، وبيرجع ده لإيه؟ لأن اليهود الأوائل في مصر هم اللي اكتشفوا الطعمية وهم اللي أعدوها للمصريين، فعشان كده قالوا إن الطعمية أو الفلافل أصلها يهودي قبل ما يروحوا أرض الميعاد كما يعتقدون. يعني حسم النزاع، اللي حسم الموضوع وأكد إن الطعمية أصلها مصري في القرون الأولى للمسيحية، لما دخلت المسيحية مصر استعاد الأقباط من الفراعنة أقراص الطعمية علشان تبقى بديل للبروتينات بدل اللحوم، فهي بديل نباتي عشان الصيام بتاعهم، ومن هنا أطلقوا عليها فلافل، وهي كلمة قبطية الأصل تعني الفول الكثير، وده دليل ان الطعمية اصلها من الفول مش الحمص وان اصلها مصري. في عام 2016 اعلنت الامم المتحدة انه عامل بقوليات، والاتحاد الاوروبي للبقوليات عمل مهرجان كبير جدا في لندن للفلافل، وجمعوا فيه جميع معد الفلافل في العالم، واللي فاز بالمهرجان ده كان ناس مصريين، وشهد المؤرخون ان المصريين هم ملوك الطعمية وان الطعمية اصلها مصري. وطبعا انتشرت الطعمية في البرازيل واليونان وامريكا باسم الفلافل، ودي التسمية المصرية بتاعتها. في السودان ومصر بيطلقوا عليها طعمية وهي تصغير لكلمة طعام. اسكندرية بيقولوا عليها فلافل لسه زي ما هي، ما غيروش الاسم بتاعها. في طبعا اسامي دخيلة كده دخلت على الطعمية اللي هو جرين برجر، انا معرفهاش الصراحة، انا اعرف طعمية او فلافل. طبعا انت عشان تبقى مصري اصيل لازم تاكل الطعمية، واللي مجربش الطعمية يجربها من الحكاية بتاعتنا. اشوفك في حلقات جديدة وقصص جديدة وقناة اكلتك. باي.